خلينا نصبح على زميلتنا دينا شرف، نتعرف هنا على أخبار المرور والطقس في العاصمة القاهرة وفي باقي المحافظات. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا مصطفى، صباح الخير يا جمانة، صباح السعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان، وكل سنة واحنا كلنا طيبين، وكل سنة واحنا دايما قلبنا على قلب بعض، وعيد ميلاد مجيد إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. بصبح على حضراتكم مرة تانية، وخلونا نبدأ معاكم ونستعرض بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. كالعادة هنبدأ من القاهرة وهنروح لكوبري أكتوبر اللي بيشهد في الوقت الحالي بعض الكثافات المرورية. شارع رمسيس بيشهد كثافات مرورية هتبدأ تقل تدريجيا لحد ما نوصل لغمرة. كوبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين عليه كثافات مرورية، لكن شارع بور سعيد من نزلة كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء. في كمان كثافات نسبية عند الويلي ولحد كوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد. في كمان كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة أمام المتجه إلى المؤسسة، وفي سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند المظلات. نروح معاكم محافظة الجيزة ونروح لشارع الهرم اللي بيشهد كثافات، والكثافات دي كمان بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات، وفي كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني، وكمان بالنسبة لشارع فيصل في كثافات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل. نروح معاكم لمحافظة الإسكندرية وعروس البحر الأبيض المتوسط، في كثافات مرورية عند كوبري استلي وعلى طول الكورنيش، وفي كمان كثافات متفاوتة عند الإشارات ده برضو بطول الكورنيش. أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية ده عند تقاطع مع محور محمد نجيب. نفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية لكنها متحركة. مكملين معاكم جولتنا وهنروح أسوان. هنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة واللي بيشهد سيولة مرورية، وعلى طول الشارع هنلاحظ ان في كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان ايضا في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الامام الشافعي والطريق المؤدي الى مستشفى اسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. ومن جولتنا في شوارع مصر مختلفة والاطمئنان على حالة المرور في شوارع مصر، خلونا بقى نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. في شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تصل لحد ضباب على بعض المناطق. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 23، وأعلى درجة حرارة هتكون في جلاتين 28، وأقل درجة حرارة في سيوة 20 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.